تفضل اعطونا فيديو شباب. رجعت اكمل لكم الجزء الاخير من قصتي مع لكن المتسابق الحبيب هزاع بن سمره، يا ليت تكون قريب عشان نتيجتك معي. كبدايه الاصابه لا يخفي عليكم واجهت صعوبات، كيف انك تتقبل نفسك بعد الاصابه من شخص تتكلم عن عمره 16 سنه في وقت المراهقه في عنفوان الشباب، كيف انك تتقبل انك راح تكون على كرسي؟ هذه بحد ذاتها يعني مو اي شخص يتقبلها، لولا لطف الله ووقوف عائلتي معي لهم جزيل الشكر اللي وقفوا معي خاصه بدايه اصابتي، ولا انسى اصحابي اللي وقفوا معي. انك شيء صعب، شيء انك كيف يعني شيء صعب انك تتقبل حالتك من شخص سليم، شخص تروح وتجي يعني ما تفكر في أي شيء، اليوم الثاني ظرف ثلاث ساعات أربع ساعات يصير عليك الحادث، تروح المستشفى تنقلب حياتك 100 درجة. يعني تفكر عاد في حزتها، تفكر أنت إلى وين راح توصل، كيف راح تعيش، كيف راح تسوق سيارتك، كيف ترجع ثاني مرة تكمل دراستك، كيف انك تقدر تتزوج. هذه كلها تدور عليك في نفس الوقت. اول ما يقول لك الدكتور انك يا سعد، اول ما قال لي الدكتور يا سعد انك خلاص راح تستمر مدى حياتك على الكرسي. عاد انا في عمر 16 سنة ما دخل في بالي هذا الكلام، ما قدرت اقتنع من الدكتور، يا دكتور هل اني بسوي علاج طبيعي ان شاء الله بتحسن؟ عاد قابلت دكتور ما عنده، قال لي لا يا سعد انت راح تبقى طول عمرك على الكرسي. كيف يعني دكتور؟ يعني لا يعني الدكتور على قولتهم كل شيء بيد الله، بس الدكتور يجيبها من طريقه علميه، يعني النخاع الشوكي عندك يا سعد مضطرب، يعني ضرره قوي، راح تبقى مدى الحياه على الكرسي، لكن شد حيلك وتمرن وذي وان شاء الله انك ترجع اقوى. والحمد لله فضل من ربي، الحمد لله حاليا رجعت اعيش حياتي كأي شخص سليم، اعيش حياتي طبيعية، اروح واجي واسافر الحمد لله. رجعت وكملت الدراسة وموظف حاليا ولاعب في الاتحاد السعودي، والحمد لله هذا فضل من ربي. ان اللي جاتني الحين على الكرسي الحمد لله هذه نعمة من عند ربي، وبإذن الله إن شاء الله أن إصابتي هذه راح تكون شفيعة لي عند الله بإذن الله إن شاء الله. ولا تنسونا من دعواتكم. أخونا سعد القحطاني طبعا نقول الطاقة الإيجابية لكل من أصيب في حادث وتعرض إلى إعاقة. شوفوا نقاط التحول يتكلم عنها الآن، تكلم من جزئية ما بعد الحادث، وهذه رسالة مهمة لكل من يتعايش على كرسي على رجل اصطناعية. احنا نقول يا الله يا رب سلم، لكن لكل من تعرض كلنا نؤمن بقضاء الله وقدره. اعطانا رسالة سعد، نبي تعليق اخونا هزاع، ايش تقول؟ اول شيء انا اعترض على الكلمة اللي قالها هو وباقي اخواننا اللي طلعوا في التصوير اللي قالوا احنا من ذوي الاعاقة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة. هذيل اخواننا ذوي الهمم، هذيل اصحاب العزيمة والارادة. والله يا جماعة الخير أني قابلت أكثر من شخص من ذوي الهمم، لأنهم يملكون من الإرادة والعزيمة ما الله به عليم. يا سلام. ثاني شيء الله يتكلم عن حوادث السير وما حوادث السير، أنا ودي أوجه كلمة لأخواني اللي موجودين وللمشاهدين إذا بتسمحوا لي. تفضل. لو أطلع هناك أتكلم معهم. خذ راحتك. طبعا سعد القحطاني تكلم بجزئية يعني ما بعد الحادث، وهذه رساله في الجزء الثالث والاخير في حلقه النمونيه، انه كيف نتعايش مع هذا الشيء. وهذا قدره عايشين، بعض متالقين، بعض اصبحوا رسامين ومنشدين وفنانين ومبدعين وكتاب وممثلين ونجوم في الساحه. يلا معك الكلمه يا هزاع وتفضل. يلا. والله يا اخوان اقسم بالله العظيم اني فقدت لي ناس من اعز الناس على قلبي بسبب حوادث السير، ومنهم وأولهم
عمي عبد العزيز بن فالح بن سمره القحطاني الله يرحمه ويغفر له. يا جماعة الخير، احنا كل ما طلعنا احنا خلوني اتكلم معكم انتم شباب، وخلوني اتكلم كشباب. احنا عندنا شغلة المكاظر فينا كلنا، وانا اولكم. لا طلعنا في السيارة قلنا لا انا اعرف اسوق، انا اعرف مدري وشو، انا لا منتبه للخط وهذا، لا ما عليك انا درايول ما علي كلام. إلين قدر الله علي أنا يا محدثكم اللي واقف في هذا المكان. والله يا جماعة الخير إني طلعت من البيت وإن أمي كانت تحذرني من التليفون ومن السرعة ومن 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 ومن، وكنت أقول لا هذا اللي يصير عليه الموقف هذه أو الحوادث هذه هذا مبتدئ في السواقة أو ما عنده الإمكانيات. إلين قدر الله علي وجاتني قرصة موجعة في حادث موجع، لكن الحمد لله يا القرصة هذه إني طلعت منها بسلامة. فيا اخواني تكفون تكفون تكفون، لا تنتظرون القرصة هذه تجيكم. والله العظيم مو بكل مرة تسلم الجرة، في بعضهم من جاته القرصة بيروح في عداد الوفيات. الله يرحم من توفى من الحوادث، ويكفي الموجودين والمشاهدين شر الحوادث. والله لا يفجعكم في اخو ولا غالي ولا عزيز. هذا وسلامتكم، انا حبيت اعلمكم باللي عندي. بيض الله وجهك الزاق، خليك مكانك. ما قال لنتيجتك، ناظر الشاشة وراء عشان تعرف نتيجتك هزاع. عطونا المقطع يا شباب يلا. حبيب قلبي هزاع، نتيجتك الحين عندي، واتمنى انك تتقبلها نفس ما تقبلنا احنا حياتنا. مع الاسف انت نمنيت.